أنا معايا ابني كان في اسكندرية، كان قاعد مع زمايله في اسكندرية. مع زمايله. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. اتفضلي. وجي زمايله في فترة اسكندرية وهو قاعد معاهم في الشقة، اتهموه بسرقة ب 300 جنيه. المهم اتصل ابني بيقول لي يا ماما دول تهمني بسرقة. قلت له طب أنا جاية لك. المهم رحت له اسكندرية عشان اشوف في ايه. جه واحد من زميله بيقول لي ده خد 300 جنيه. رديت عليه قلت له يا رب اللي خد ال 300 جنيه يجيب بيه كفن يدفن بيه، ان شاء الله يا رب اللي خد ال 300 جنيه يجيب بيهم كفن. طبعا الشخص نفسه اللي كان قاعد قصادي قال لي ان شاء الله. ما عداش الترم والشخص ده توفى. لا اله الا الله. توفى. ابني بيعيط بيقول لي يا امي انا صعبان عليا ان هو مات بذنبي، مات ما قالش الحقيقه، خلى زمايلي خدوا عني فكره وحشه. رديت عليه قلت له ربك رب قلوب، ربنا بيجيب حق المظلوم. طب والا دعوه المظلوم. معلش هسال حضرتك بس سؤال، هو حضرتك خمنتي عشان دعوتك ان هو اللي سرق ولا بعد كده اكتشفتوا ده؟ احنا بعد كده اكتشفنا. بعد كده اكتشفتوا ده؟ لا انت ما اكتشفتيش. فعلا هو لا انت ما اكتشفتيش يا حاج ام محمد، ما اكتشفتيش. انت ربطت بين الوفاء وبين دعوه حضرتك. انا بسالها على كده. بس الابن من غير بسباسه. بس الابن مظلوم. ما ابنك مظلوم على عيني وعلى راسي. لكن انت ربطت بين الوفاء وبين دعوه حضرتك. لا انا اسف. الاعمار بيد الله. طبعا هي الاعمار بيد الله. لا معلش اقفي. ومش شرط ان اللي ميت، خلي بالك انا بحذرك من ربنا. ليه؟ لانك انت بتخوضي في عرض ميت. لا لا انا ما بخوضش العرض. ما معلش انا فهمت كده والاستاذه فهمت كده وكل واحد من المشاهدين فهم كده، فهم ان اللي مات ده ما عداش عليه الترم هو اللي سرق لانه جاب الكفن. انت بعد كده بقى يعني سيبك من ظنك، بعد كده ظهر حاجه تقول لكم ان هو ده؟ ما ظهرش. ما ظهرش. ما هو بيقول لك سرق منه الفلوس. جه لابني قال له انا سامحني انا عرفت مين اللي خدهم. عرف ازاي والراجل مات؟ معرفش. كلام باطل. كلام باطل. كلام دوت يا حاجة ام محمد. ده اترحمي عليه بقى واستغفري ربنا وتوبي الى الله، لان ده عرض ميت والميت مصيبته مصيبه، لان الذي يدافع عنه هو الله. لانه في ذمه الله. اذا كان ابنك ظلم معلش، اذا كان ابنك ظلم فربنا هيجيب له حقه من حي او من ميت يوم القيامه. ربنا ما بيغفلش الحقوق. لكن تاني وتالت لا تربطوا بين مرض وبين دعائكم، ولا تربطوا بين موت وبين دعائكم. اصل معلش انت ناسيه ان اصلا البلاء نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. البلاء نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. هو انت حضرتك لو حسبنتي على واحد وعي يبقى انت اللي عيتيه؟ او ده قد يكون ذلك رفعة لدرجاته وتكفيرا لذنوبه وعلو لشأنه. والصحابة كانوا يقولوا كنا إذا مرت بنا ثلاث ليال لم نبتلى حسبنا أن الله قد غضب علينا. سبحانك يا رب. مش كده ولا إيه؟ فلازم نبص كده ونتأمل وما نربطش بين ده وبين ده، ونترحم على اللي ميت الله يرحمه، لأنه أصبح ضيفا في دار الرضا على الله سبحانه وتعالى. فتوب إلى الله وربنا يجيب حق ابنك ويصحب إن شاء الله صحبة خير. ورحم الله من مات وأحسن الله عمل من بقي. صحيح.